مشاهدي قناة القلم الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكايات عم يوسف. أنا موجود توا قدام دار عم يوسف الشرفي، اتصلت به على أساس باش نصوروا اليوم. قال لي قيس اليوم ما نجمش، الطقس قرة وما عينوش في التصوير. قلت به أو أوهمته، لأن قلت به اتفقت أنا والأولاد باش نجيوا وباش نصوروا معه، رغم أنه ما عينوش عم يوسف في التصوير اليوم، باش نحاولوا نخليوها تلقائية كما عودناكم في الحقيقة. بعض الأصدقاء وبالمناسبة وقاعدين نتبع كل ما يوصلنا على الفيسبوك وصفحات التواصل الاجتماعي، بعض الانتقادات حول طبيعة البرنامج والتلقائية ممكن اللي مفرطة شوية وممكن مبالغ فيها شوية. لا، هذه هي طبيعة البرنامج. احنا مش قاعدين نصوره في بلاتو حكايات عم يوسف. البلاتو الكبير متاعه هو صفاقس، هو أنهجها، هو شوارحها، هو ناس اللي قاعدين نعرضوا فيهم ونحكيوا معهم كل تلقائية ما غير حتى برمجة. اليوم مش نفاجئوا عم يوسف، أنتم اللي قاعدين معايا تو والكل إكيب، مش نفاجئوا عم يوسف ونحاولوا باش نصنعوا معها الليلة إن شاء الله حلقة تكون باهية، تكون على طبيعتها بسلامة ربي. تبعوا. يا مرحبا، عايش حالك؟ واش حالك؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك؟ مرحبا، شنو احوالك انت؟ لاباس عليك؟ هاي قبل كل شيء خير ان شاء الله. كلمتك في التليفون قلت لي ما نصوروش. قره هو طقس قره بالحق. اما رغم انا مزقزق شويه، رغم هذا ما نجموش ما نصوروش معاك اليوم ولا بالحق، يعني باش نصوروا. نصوروا مرحبا. صابر بالله سليم يجي ركب له الميكرو قبل كل شيء. مرحبا عليك اليوم. بلا اليوم من ضيفاني. ضيفانك من جد؟ والله هي ما هو كل شيء مثلا ماشي خير الصراحة وما ماشي خير التلقائية. بلا اليوم ضيفاني وتفطروا بحذايا على طريقة فطور زاد. تفطروا تتعشى. لا حد قهيوة على حد. لا إذا كان بالميجد وتاخذوا بخاطري تفطروا وتتعشى. باهي هيدخل. مبروك. هاي هاي سيدي تفضل سي سي بسم الله. ايوه تو ما مسالش جماعه، جينا على غفله. تو انت مولى الدار وانا الضيف. داكور دو مادام ان شاء الله ما تتقلقش. لا لا مادام الحمد لله. هاي تفضل. هاي مرحبا بك والله ما تخنتي الاول. هاي تفضل يا قيس. هاي تفضل مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. صارت نبرك. هاي ارتاح. عايشك. هاي تفضل يا سيدي. يا رب تستر. واخيرا دار عم يوسف. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بصابر ومرحبا بالجماعة الكل، كل المشاهدين اللي ضيفينك. مرحبا بكم. مرحبا بالناس الكل. اي قبل كل شيء قلت لك شكلك مقزقز معناتها مزقزق شويه. انت هو مقزقز ولا مزقزق؟ مزقزق. يلا حتى يتفرجوا فينا مش بالاسفاقسيه. يقول لك شل اللغه هذه، اللغه هالمفردات هالمفردات. هي راهو هذا كان مجال البحث كبير ياسر. راهو يا ودي باش نقول لك، اذا كان كل مجتمع عنده اعراف وعنده تقاليد وعنده لهجته، واياك ثم اياك تحكم على واحد انه هيك اللهجه هذيك ربما مجال للتندر ولا كذا، اياك ثم اياك. هذاك راهو من التخلف اذا كان الواحد ينظر بنظره دونيه لعادات بعض المجتمعات او الاعراف بعض المجتمعات او لغه بعض المجتمعات. ابحث على جذورها، ما ثماش حاجه تجي من العدم. توا المعارف والعادات هذه يقول قلت تحيهم تحب نرجعوا بهم، نرجعوا بهم باش نرجعوا نعيشوا كيما ناس قبل. لا ما ننظروش هكايا نظره في بالي ضيقه. الواحد يحاول يبعد بالنظر نتاعو شويه. هذيك تنجم توظف توكا تراثك وعاداتك ومعارفك وتقاليدك وخصوصياتك واعرافك، تنجم توظفهم ونعملوا بها ما يسمى بالسياحه البديله. بدي يركز معايا. السياحه البديله. بدي يركز معايا شويه. اي لتوريزم الترناتيف. يبا اي لا لا نجنجل شويه. اي بالفرنسي. اي لا عاود عاود. لتوريزم الترناتيف. شنو هو؟ الترناتيف. الترناتيف اي خذها ما تعلمها. يقول قيس شنو هي السياحه البديله؟ السياحه البديله تقوم على هالمعارف وهالخصوصيات المحليه، وهكا ما ثماش يجيها من جهات تونس ما تكونش عندها مثل هالاهليه باش تتعاطى النشاط السياحي. تو انا والله من الانتقادات اللي نسمعها ربما هي ما تقالش في قالب انتقاد ولا في لا، ربما في قالب مزح في قالب الله اعلم. المهم حبيت شيء نفندو يعني نصححه. تو كاين هيك الصوره يحبوا يسوقوها على المجتمع الصفاقسي انه مجتمع هكا ما يكرمش بالضيف ولا لا، مش صحيح. احنا عندنا الضيف كانت عنده اداب معينه
كانت عنده آداب معينة وعنده حظوة كبيرة ياسر، وهذا ما هوش يختص به المجتمع الصفاقسي دون المجتمعات الأخرى، بل بالعكس هذا موروث حضاري صحيح. ثقافي لدى العرب من قديم الزمان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت كيني وليت نخطب، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنت وهذه مش يشبعك بالكلام على خاطر الكلام يتدافع. الوقت يتدافع حتى هو عنا احنا ساعة عمر البرنامج فهمت باهي. شوف زيد شوية لا ما تو بعدك نزيد تبعني منيح على أدب الضيف. لا احنا تو مازلنا نحكي على أدب الضيف. لا لا يزمها. علاش أنا قلت لك المجتمع الصفاقسي كانت عنده آداب معينة مع الضيف. من آداب الضيف وقت اللي يجي ما يجيو على الدواب، الراجل يخرج للدابة متاع الضيف متاعه ويربطها هو ويعلفها، وانت افهم المرامي متاعها. ما يجي على الدابة على حصان ولا على زيلة ولا بغل ولا هو يزمه مولى المحل ياخذ هيك الزيلة من عند مولاها ويمشي يربطها ويقدم لها العلف. معناتها الضيف ايه؟ ما يعمل حد شيء سوى اللي هو الكل والمرأة إذا كان جات مرأة زيلة كذلك تنحي الطرف متاع الضيفة متاعها، تنحيه الطرف، تنحيه لها كالطرف هذاك الغطاء اللي تلحف فيه وتمشي ما متعلق وتخبيه في الصندوق زادة. وهي عندها عندها رمزية وكيني غضت عليها وكيني فقدته لما تعبير على كسر المحبة وكسر الترحاب وكسر الشوق، يعني ما عنش من خرجك لما نشبع منك هكش حاب يقول، وهي تعبير مجازي. معناتها الضيف ما يعمل حد شيء، الضيف يولي سلطان، سلطان يولي مبجل. كانت قبل من العادات والله شيء روعة، يتعبر على ثقافة كبيرة، ثقافة بتاع أصالة. مثلا العشاء يتبدل على خاطر الضيف. اي نعم تقول لك ضيف ليلة ما توريهش فقرك، حتى انت في شكون يعرف لو كان ترجع انت القصص العرب، هذا هو اللي يخلي الإنسان يحس بأصالته ويعتز بأصالته. أرجع القصص العرب وشوف العرب بش كانت مواقفهم مع الضيف. يبدو لي حاتم يقول له إذا كان متخونيش الذاكرة شوية، يقول الليل يا غلام ليل قر والريح يا غلام ريح صر إن جلب الضيفا فأنت حر. يقول له برا طلع للجبل عن وقير الضيف، يطلع للجبل يشعل النار لين يجعل النار باش تمشي واحد من عابرة السبيل على بعيد يشوف النار، يجي يعرف اللي فما، يقول له لو كان الليلة تجيب لي ضيف أنت حر نعتقك لي وجه الله. أو كانت اليوم ما تعبتش، أنت اليوم حليت الباب قيت والحمد لله. والحمد لله. بعد إذنك تعيت لنا للزوجة الكريمة نسلموا عليها. هذه بالمجد مفاجأة بالنسبة لي لها هي. أما نصورها تعرفك من أكيد عادي إذا كنت بتعرف ليش أنا شكوش تعرف. وهل يخفى القمر؟ أنا يخفى القمر روشي والله. هاي عسلامك لبس عليك. أقدمك شكرا. يا مدام خير يعيش لبس عليك خير. حرامون المصور. مرحبا مرحبا مرحبا. وأنا رامدي مواقف مناصر للمرأة. يعيش ما هوش صحيح. هاي تفضل قاعدة. سمحنا جينك على غرادة وعلى غفلة. يعيش كلمتك بالتليفون. قلت له على اساس باش نصوروا اليوم، قال لي لا مقزقز وما مقزقز والطقس قره والى اخره. هو بالحق الطقس حتى هو ماهوش سمح ماهوش صافي. يعني ما قلنا تعش كيفاش احنا الحمد لله شر ربي الحمد لله سمح بوجودك يعيشك محظورك سمح. قلت ما فيها باس باش نجيو نصوروا بعدا على 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 حين غفله. شدنا بالفطور راهو ما غير ما يشاورك والله بالحق. لا الفطور والعشاء. فطور وعشاء. فطور وعشاء. خليها تقعد وهي مناسبه انت حتى على تقعد فطور وعشاء سليمه قاعدك قاعدك خلي في النقع شو يقع باهي. مبيكم ايوه شوف اي باهي شنو نحب نفطر واه حكمه الضيف بيد المضيف بيد المضيف. انا مش نقلبها ماشي تجدنا نحن الضيف وانت رب الدار ونحبك توكا اشتشتي. لا بالمجد راهو بالمجد اشتشتي يعني بالمجد اشتشتي فطرك مش اشتشتي عشيك. وعنا اللي ما هكا يلوش برشا على الماكله وما يشتيش برشا هو سليم. يا سليم تحب ها؟ عمك يوسف بالمجد يا سليم مرقه 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 باهي مرقه باش باش يا سليم كسي ولا خبز شعير؟ خبز شعير خبز شعير مبروك باهي. وشنو العشاء؟ لا لا عاد لا 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 ابدا قلت لك ما فهمناش باهي احنا تعرفش كيفاش احنا بدنا مش نحكيو على على المائده الصفاقسيه وعلى العادات الغذائيه هيت نعملوا حاجه في معناتها الاكلات الشعبيه اللي في صفاقس تو المرقه بخبز الشعير اللي يقول صفاقس يقول المرقه يقول المرقه ايه بتعرف هيك المثل المعروف برشا معناتها خبز ومرقه وموبيلات زرقاء ونعم العاده ونعم التقليد دار يعني محل السكنه ولا بد الانسان
انت تشوف حتى في البكمل كل العصفور قبل ما يعشش وقبل ما يجيب الفروخ نتاعو الا هو يبني العش نتاعو على خاطر. وهذه حبذا الشباب العود ماشي قديم شي هك ولا هك، احنا وقت اللي يدبش يفقص يشوشو ويلم شويه فلوس يفكر في البني، وهذاك بحد ذاته حصانة ضد الانحراف وضد الإنسان يمشي هك وهك. فما أنا هك نفهمها أنا فهمها في العود ماشي يمشي على خاطر ما تعرف فترة المراهقة والصغار إلى آخره، فترة متاع الطيش وفترة متاع انزلاقات، عاد هونية يغرموه بالحال متاعه ومن الأول يخليه يحس وكأنه يحس بمسؤوليته ويزمه يبني المسكن، وهذا بحد ذاته يكون حتى شخصيته، يكون شخصيته. موضوع كبير ياسر، دار ومرقة وموبيلات زرقاء أنا صحيت. وعلاش نقصد؟ من المفروض ما حقاش نقصد. كانت حل مشكل كبير ياسر في مشكله النقل، كانت الدراجه ما تمناش الموبيلات والدراجه الهوائيه البسكله اي، علاش نحات؟ يقول القايل ليه ما حقاش نحات؟ نحات لاسباب، من المفروض ما حقاش نحات، من حقها الظاهره هذه اطرناها لاني كانت حلت لنا مشكله النقل في صفاقس. نعم قلت لك الاكلات الشعبيه المعروفه في صفاقس، وانت قد تفطر وعشا فطور وعشا واحنا مش نحكيو على اكثر من اكله. عندك المرق، المرق يطيبوها بالكسكسي ولا بخبز الشعير؟ حسب الحوت، حسب نوعيه الحوت وحسب الفصل. ثقافه كبيره 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 ياسر. راهو توا كان ندخل سوق الحوت نلقى انواع، قلت من المفروض هذه ماهيش نتاع تواكه، ولو في اللحم، لو في اللحم تواكه. في الشتا شادي نلقى السقايط نتاع الماعز البرشني، هو البرشني يتاكل في الشتاء، هو يتاكل في الربيع؟ لا في الصيف، في الطماطم وقت الطماطم في الربيع العلوش، والربيع العلوش وفي الخريف القعود، القعود. وصفاقس كانت تنت عندها جمالها وكانت تستورد ايضا حتى، وكانت بالفعل كانت القعود سيرت جبنيانه كانوا يذبحوا بالقدا القعود في الخريف. باهي قلنا المرقه بخبز الشعير ايه، والعشاء اش قولك؟ هذا من بين الاشياء المشهوره والاكلات المشهوره بها صفاقس. نعم هي كسكسي بالدواره بالشفاء ان شاء الله. مبروك. نعملوا كسكسي بالدواره، نعملوا كسكسي بالدواره. اش قال؟ قال لي صابر 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 على كسكسي بالدواره كي بوك يحب مرقه بخبز الشاي. باهي هكا نكونوا راضيين الناس الكل متفقين. الدواره شوف اكيد معناتها خاطر جينا على غفله مش قايلين حسابنا. شوف نمشيو نمشي بدل دبشه اي نعم، ونخرجوا نمشيو لسوق الحوت ناخذوا مرقه باهي، تعدي وناخذوا دواره اي اوكي. انت طيب ثم شكون علق قال لي قيس، قال لي وكان انت ولد بابا الله تتكلم الصفاقسي، قال لي قيس يعس على روحه اما قال لي يحصل هو كنت اللي يحضر قلت ناخذوا مرقه ناخذوا مرقه من غير ما تشعري قلت اي لا لو كانت تعس على روحك تكون ناخذوا السمك ولا ناخذوا حاجه لا مو تعليق الناس والله ثم تعليق طريف ثم ياسر تعاليق طريفة ما شاء الله الناس تلاحظ الناس تلاحظ ما شاء الله ساعات يعطيك كملاحظة تقول إن دلت على شيء دلت على حسن الانتباه الانتباه هذا هو البرنامج إن شاء الله به أي مرة وفي الأخير نحكيه على العادات والتقاليد الغذائية هو أصلا معناتها في العادات الغذائية فماش كان الفطور والعشاء تم شقان الريق شقان الريق انت تو احنا لحقنا على شقان الريق نلحقوا على شقان الريق ايش بيه نبداو بشقان والله الريق. الحمد لله ان شاء الله ديما عامره ان شاء الله وقال لك اذا كان صفيت 100 اللقمه تشبع 100 معقول مو هكا ولا لا والطعام محضر والبس مستر مو هكا ولا لا ما لا يسين ما شق الريق باهي شق الريق شق الريق وفطور وعشاء ونحطوا توك على شقان الريق نحكيوا على شقان ومن بعد نخرجوا نشري بعد نقضي باهي هذا هو البرنامج ما خلينا نقعد بدبشي هذايا تو نمشي باهي شوف شنو الفرق بين الدبشي شق الريق هوني ولا في مش شق الريق لا لا برا نمشي ندخلوا عاد الكوجينا الكوجينا هاي برا تقريبا هاي تفضل شويه الشريح اللي يكتب اللي يكتب الشريح هذايا وقته تو هذا الشريح مش وقته هو الشريح هذايا نعملوها في الصيف ما فيش شك وهذاك تقريبا كان المرتكز نتاع اي هذه لكلوكه ونحب الذوق من كل شيء لكلوكه لكلوكه علاش هما كانوا يعملوا شقان الريق؟ لانه بالفعل راه من وقتاش قام انت تحكي اما بلا يكون خلينا نصور وانا انا خلينا نحكي انا نظل وجهك نشبع عايش كي يا عم باش نبدلك برا يا ولدي والله باش نبدلك البسيطه باش ناكلوها ياكلوها بالشريح والناس الكل كانت تعول من الشريح عاوله كامله من الشريح والخير كان موجود تو تحطوا على جنان وخصائص الجنان الصفاقسي وكذلك من الاكلات الشتويه هي اللكلوكه
لكلوكا. اللكلوكا نعملوها ما فيش شك. هذه ديالي زيدا. هذه ديالي. لا لا الحمد لله كل شيء ديالي من فضل الله. احنا تو ناخذوها بغلال حمل يود. تعرف قداش كيلوها هذه ولا؟ اه. ولا بالحق 19000. 19000. ولا 19000. يا ولدي ما عمريش خذيتها ما هو الحق. واللكلوكا نوعين. هذه لكلوكا رمان. وثم اللكلوكا نتاع زبيب. اي نوعين من اللكلوكا. تقريبا هذوما الاكلات اللي تقوم عليهم. اما تقول لي شقان الريق هذه نجم تقول كاني قهوه الصباح. وقت الانسان يقوم يتوكل على الله ويغسل وجهه وكل شيء تقريبا ياكل هذا الماء ياكله. شقان الريق يجي بعد مش مجرد ما قام من النوم. شقان الريق بعد ما خدم كان راجل خدم نصيب نتاعها تسعة الصباح تسعة تسعة ونص هكاك. وكان المراه راهي قامت حتى المراه كانت حتى هي في الدار راهي تبذل مجهود بدني كبير ياسر. مثلا ماشي دار وما تلقاش عندها قفص دجاج وما تلقاش عندها العلوش والنعجة والمعزة وإلى آخره وما عندها وسط حوش وتكمسك وسط الحوش وتنمد القش ومرة عاد استقلالة كبيرة ياسر بحيث بالفعل حتى المرأة تعرق الرجل يعرق والمرأة تعرق. كيف تصير ما تصير التسعة نتاع النهار ولا التسعة ونص اللي يجوع يخور الإنسان يخور وقتها يعمل يعني شقان الريق ينصب الميدة ويلمدوا غالبا شقان الريق يقوم على الفاضل نتاع العشاء يعودوا يسخنوه ويقوم كذلك, ويقوم كذلك على أكلات خفيفة. شنو أكلات خفيفة؟ إما يعملوا فايمتشي شمقلي وإلا فايم محمص مقلي ولا شوية زدر. وكذلك عندهم من الأكلات اللي كانوا يستعملوها في الصباح العصيدة. العصيدة العصيدة أي أنواع العصيدة وأنواع العصيدة, العصيدة والبزينة. العصيدة والبزينة ثم فرق ما بيناتهم أكيد أكيد. العصيدة البزين يكون مخمر. عندنا نوعين من البزين. عندنا بزين النشاء اللي هو نعملوها بمناسبة عيد الاضحى ويتكل بالقلاء ولا السميد والا البازين نتاع السميد مخمر يخمروه بالخميره العربي قبل. والعصيده حتى هي ثم انواع. عندنا عصيده المسبوك وعندنا عصيده السميد وعندنا عصيده الحلبه. عصيده الحلبه هذه بالخصوص يعملوها في المولد. وبالنسبه للفطور لا مش واحده واحده انا تو في شقان الريق هكا ولا سمي بسم الله خير مساكه ناكل وانت مساكه تتكلم ناكلو تو انت عمل شقان الريق خاطر لازمك برشا مجهود ماشي نسوق الحوت. مجد بسم الله كل الشريح اللي طقس قرة شوية كل الشريح سوق الحوت مش نلقاوها مش نلقاو الحوت ناقص زعما نو هو مجد نو فما نو هو سوق الحوت ما كانش غالي. سوق الحوت تتذكر شي وقت قلت لك كان هوني سوق الحوت هو وقت تحدثنا على الباب في باب الديوان اللي كان نسميه باب الحر. وتم ان قابلته هيك السمعة نتاع جامع العجوزين تدخل هكا من باب الديوان وقت تدخل هكا هكا الزوز سقايف هكا تخرجك طول على جامع العجوزين وين هيك السمعة تم هكا كان سوق الحوت يدخل من البحر طول تم هكا تحت السمعة نتاع ومن بعد خرجت برا البرا وين؟ البرا البرا من السور اي ومن بعد عام 1908 هكاكا وقت تحل باب القصبة عملوا سوق قدام باب القصبة البرا وتحول ثماك البرا مش الداخل سوق حوت. وقتها كان تباع الحوت بالشك تباع بالشك اي نعم. وبعد حول وبعد يوه قبل الحرب العالمية بشوي الثانية بشوية بناوا المرشي سنترا صحيح حول ولا يخدم غاديكا من بعد تحول خدم حتى في راحة الرماد وتحول حتى انصب في راحة النعمة في نهج نقولوا المونجيسلي نهج البي ودخل حتى سوق الحدادي من بعد حول في الساحة اللي في نتاع باب القصبة الداخل اي وين سيدي الياس وقفنا قدامها وتحدثنا عليها راهو الداخل ثماك ولا يخدم ثماك. ومن بعد في الاستقلال على جدة الاستقلال عملوا السوق هذايا اللي تو نمشيو ان شاء الله هذا يسمى جديد جديد يتسمى اي ودجا وقعت فيه تجديدات وقعت فيه تجديدات لا ولا مازلت عملها في الدار والله كاملة والله كاينك تقول في عاونة كاملة اي من فضل الله العولة التقليدية كما هي التقليدية. نعم وذي من خصائص المجتمع الصفاقسي من خصائص المجتمع التقليدي نعم كان يقوم على العولة وكان يقوم على ما تلقاش دار ما فيهاش قبل برج وما فيهاش بيت المونة ما باش قاوموا الشدة متاع المناخ وقلة الأمن والحروبات فضل بيت المونة وفضل ثقافة العولة ثقافة كبيرة ياسر خلي وقتين تعملوا شي حصة على الأبراج نتكلموا على بيت المونة ونتكلموا على أنواع العولة خلي اليوم تقريبا اختصر الحديث نتاعنا على أنواع الماكلة احنا مش نعملوا ناخذ مرقة ما شو مرقة وعنا خبز شعير خبز شعير ايه لازم ما تحضر بالطبيعة نزول الكوشة هاي سي قيسه هذه عاد خبز الشعير باهي هذا تو
سينوش هذا تشيش الخبز تشيش وهذا السينوش وشويه حبه حلاوه وهذا حبه الحلاوه بقيت تعجن مع بعضها هكا ولا عشانها بليتها من بكري تويتها مشي قرصوها تقرص قرصوها وندهنوا الطبق بالزيت اي باش ما يلصقش فهمتك هذه تو خبزة العادة والسنة يتسمى هاو تو نقول لك على الخبز ايه والله حتى هذا موضوع كبير ياسر هذا مسألة الخبز انا كل حاجة عندي هيك موضوع كبير ياسر قرصوها معناتها نقعدوا هي الكلمة واحدة من أقراص يعني باش 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 ترطاب ترطاب في بعضها تطبع في بعضها وتبدا هي تزجها شربة ماء نزيدوها شوية ماء تو نحكي لك شويه على الخبز يا قيس أي. قبل كانت ما ثماش دار وما فيهاش طاجن جرادق طاجن جرادق اي هو نلقى في الارياف مثلا عندهم الطابونه اي في والكسره دون اي كسره احنا بالنسبه للصفاقس ما ثماش تقريبا دار وما فيه ما سيرش كل دار لازم عندها طاجن جرادق ولازم عندها الوقود نتاعها شنو الوقود نتاعها مثل كل عندهم قص الصريع والحطب والدربال تو نتحدثوا عليه وياسر حاجات ياسر كل ما يشعده معناتها الكوشه قبل كانت فقط باش يطيبوا فيها الخبز اما الخبز يعملوها في الدار ويهزوها للكوشه يهزوها للكوشه ما كانش يتو يشريوا بالخبز صحيح وكانت الاغلبيه كما قلت لك يعملوا الخبز نتاعهم يعملوا محلي صنع محلي اما مبسوط سميد مخمر ما فيش شك والا جرادق وثم انواع اخرى من الخبز ما فيش شك تو الخبز الشعير يعملوه كان بالمرقه بالطبيعه ليه ياكلوها لا لا تقريب الخبزه خبز الشعير يوميا هذيك ياكلوها بالطبيخه فول المصري اي بصاره طبيخه وياكلوها بالمرقه ياكلوها بالشكشوكه اي خبز الشعير نعم الشعير فيه حياسر ما كل شيء وكانت السياق صونيه تاكل الشعير اكثر من اللي تاكل القمح قبل كانت تم الطراح المرات تعمل الخبزه هذه وتخليها قدام باب الدار باب الدرج يتعدى الطراح وخصوصا في البلاد وقت اللي تبدا عاد مش في الغابه في الغابه مثلا ما ينجمش الطراح يخدم على الخدمه هذه اما كيف في التجمعات السكنيه الطراح هو الصانع نتاع الكوشه يتعدى يقيم لك الخبزه هذيك ويهزهم والناس كل ما تقرا لا تقرا لا تكتب باش يعلموها باش يعرفها يعرفها بالعلامه كل اسره كل اسره عندها علامه خاصه عندها علامه خاصه دار القاره أي. عندهم علامه منعش انتم ما تعرفيش عندها باش علامه علامة واحدة يلزم دار باش نفرش بعضه كل دار تقريبا والناس كانت تعرف بعضها انتم دار الشرف ايش ليه علامتك ها تو توريها اي انت تمش برج توا قلت لك كل اسره بعدك يرجعها للطراح يرجع الخبزه في قاع من يرجعها من خلال هذه العلامه هذيك هذيك كاين هي التيكه اللي تكتب عليها الاسم نتاع مولا هيك الخبزه هذيك برا تزين اذا تو منها تزين ومنها أي. منها تبريجة تو اذا من بعد كتيب الخبزة أي. حتى قطعنا سهل ملا كل هذا كأعداد باش من بعد ما تقعدش صحيح مزيانة ملا تتقص هكاك اي نعم ان في الخبز الشعير نحب الاكثريه لك الجناب الجناب والله بالحق هيك هي نجمه نزيدوه لها هكا هوني عليكم السلام عليكم عايش حالك يا سيدي يا زوير حالك هاي وينك كيف احوالك هاي دي خبيزه هاي يوسف الشرفي اوكي هيك عوضت العلامه اللي قلت لك عليها فهمتك مره قبل كان الطراح بالعلامه هذه يعرفها خبز الدار فلان ولا دار فلان ولا دار فلان اوكي هذه تو عاد عوضتها توا من هون يطول ال يا رئيس هاي سيدي خبزة الشعير بتاعنا تفضل مرحبا يعيشك حاجة باهية وطيب باهية سمح هذه تسمى هاي هذه كوشة عربي تسمى ولا سوري هذه عربي هاي سيدي تفضل انت الرئيس فسر لنا العملية كيفاش تبدا
من الفرينة حتى يولي عنا خبز. لا يا سيدي احنا هوني تو في غرفه العمليه تقول واحد هذا شكل الفرينة. فاك الفرينة تتهز الفرينة ومن بعد لا نبدا بالصب الماء. صب الماء صب الماء ونصبوا شكارة فرينة عليها كيلو ملح هوني. لا لا ايوه مع شكارة فرينة عليها كيلو ملح. كيلو ملح ايوه ونعملوا لها سيدي محمد رسول الله كانوا الدقس بارد. اي هاك شكارة نعملوا لها باكويون سخميرة اي وكانوا الدقس صغور تمشي حتى باكو باكو البايزة باكو خميرة. باكو خميرة دوروها دوروها تولي عجينة تولي دقت نص ساعة دو صيف ساعة صيف ساعة معقول نطبوها ما نجيبش عجينة بس نجيبش عجينة طرياسر فهمت ولا لا؟ هذا يتسمى هكا باهي هذا على الخيار عجينة ديركت يتسمى فهمتك باهي ومن بعد تهزوها بعد خليه يرتاح شوية يرتاح نصيف ساعة نصيف ساعة يدور ونصيف ساعة يرتاح يرتاح ومن بعد نعملوا له دورة أخرى صغيرة أي وبعد يطلع نمشي للسلندر هذا هذا يطبع لاجي يطبعها معناتها يطبع لاجي يسمح لاجي يسمحها ولي هكا العجينه مسندر مريض يولي تريطه وهذا يابس لا لا كيف كيف هكاك اما يتسمح برا هكا يسمح احرش منها فهمت ولا لا؟ احرش هكا فهمت ولا لا؟ فهمتك هنا يسمح ولا هنا يسمح اي وبعد نمشي للميزان الميزان تهزوا العجين وزنوها كيفاش؟ هكا بالميزان بالميزان تو الخبزة خدش فيها ارطل ارطل تعمل وفي شوية عاد انت بالطبيعة ما تعملش ناقص واه ترمي غادي هذه ايش تعملها؟ هذه تعب وضع خبزة وفي وحدة وحدة وإذا كان وإذا كان ما كان عاوق بيوليو بيدينا بوصلوا بيدينا بوصلوا الخبزة بيدينا خاطر قبل بيديهم معناتها ايه حاب تجرب الخبزة بريدة ايه جربوا لك راه نرى ما خير خبزة الليد ولا خبزة الماكينة. آه يا أخويا. أيوة. هذه بصورة الماكينة عوقت. أيوة. تفضل إيه. هيك خبزة. خبزة، وهذه خبزة مدورة مثلا. أي ترى خبزة نقموها قبل كي تمشي للعرف تحب تخدم عنده. أي. يقول لك عمل لي هبط لي خبزة مدورة واحد، حبة قفلة زمنية. قفلة زمنية. قفلة زمنية. إيه. بس يعملوا كالفيف ولا الدول العربي فهمت ولا لا؟ ما شاء الله هذه يا سيدي قفلة زمنية ما شاء الله كانوا خاك عملتها هكا ما يفرح بك ما خاك شو عملتها هكا؟ يجربك هذا لا تجرب بتجرب لا بتجرب ما يخدمك كان يجربك ما تعرفش تفوصل ما تعرفش تربي عربي الدول العربي ترميش الفيف ترميش الطليان فهمتك هذه قفلة زمنية فما قفلة واحدة أخرى قفلة زمنية هذه أما قفلة عادية قفلة عادية هاكي بوشكي هذه هذه قفله هكا زمنيه زمنيه هذه عاديه قفله عاديه هذه نعمل بها نقولوا الشواي واللي فهمتك وهذه هذه بتاع الفيف واللي بتاع خبز هكا العربي قولوا نفس العجين شتا تواك اش بيك نو سما نو واليوم واليوم نو اليوم بالذات نو عبر نعمل دوري اول حاجه نعمل دوري مراتا مراتا ليش يا حتى المرقه تجيب لا السلام عليكم This is sweet, isn't it? 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 This is sweet, isn't it?
احنا كنت اسمع انت قاعده تعمل دوره قبل ما لازم الدوره كامله في الميش نعمل دوره هون بعد نعمل دوره هاي ها نحن ما شاء الله هاي هاي الفلاتك هذه تقدر تعين فلات من جد على قد ايش 15 هذا لا يا حسره وانت تسع عليها تسع عليها ها زيد تسع عليها تبع التصور والله سمح حبيك الحمراء يسمح حي هذا بصدق بصدق والله حي والله سمح يامتي والله يامتي يامتي تفيح هاي الله عينكم تفيح هاي صديقكم أحوالي هذا صديقكم الحمد لله الحمد لله السلام عليكم شو اسمه الله ينك نظلي لو عاد مش ناخذ القواعد من عندكم تعرف نظلي ها اللي تعرف ما نعرف كل شيء لا تعرف كل شيء لا لا انا وظيفه التلفزة لا 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 تعرف هذا التسليم جات قد شيء من جاب ما تضيع انا هي موقع حتى صنعته من الجيان نظلي اسمع كل حد في صنعته من الجيان انا وياك صنعت وانت صنعتك هون ردنا عليك البلاد قد شيء من باب صحيح وانت تعرف الحوت هذا نظلي هذا باش يطيب اسيدي لا ما عنديش فكرة عم امريكا قبض الشايل اي والله وحده اي هي اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بيك مرحبا بيك الله يكون بالعون يا اخوي وينك عيف السلام عليكم السلام عليكم يا اخوي قالوا الحوت اليوم انا كنا نصين المن وغالي شويه انا تبقينا هنا من كون سوراتا كانت هي الوراثه سمحة عملوها مرتا الحمد لله ربي يوجد الخير الحمد لله ربي يوجد الخير الحمد لله خمسة ليك وما يتمشي عمي الحمد لله ربي يوجد الخير هذا مرتا يعملوه مقبل كل الحبيب ما خير حرك يا اخوي انا ساليك انا القلم ما هذه القلم اي الحمد لله قروض القروض وراه الحوت بلاش شريته ولا مش واللي في وقته اما تو هيك ما في من تكلف هيك ما في من تكلف راه هيك يدي غلط يدي غلط اللي خوف الحر مش هذا هذا قرر جويد وبرر جويد جويد هذا كنت تقع في البحر الطر هذه يدي تولي عشاء شك تولي تولي يا جولة تولي تولي بارك الله فيك على وعيك بالمسألة والله بارك الله فيك على وعيك بالمسألة النوار كنونية يا النوار كنونية يا موتوا نعملوا نظرة نعملوا دورة نعملوا دورة بعد ناخذ الله يبارك فيك اهلا يرحم والدي عايز اصور شوابي وقلبات سيدي منصور يرحم والدي بارك الله فيك هاك الخلم نفرج عليها كل ليله سمعها نور يا صاحبي عايش كويس عبد الله صباح الخير حوالك لاباس عليك السلام عليكم صباح الخير السلام عليكم سلام اهلا اهلا خالد صاحبي صاحبي عندي الحمد لله هاي تمشي هاك عامل دوره بالباهي هاي انا عارف علاش نعمل دوره ما ناخذ المرأة لما نعمل دوره مهما تكون
باش تعرف الاسنان باش تعرف الفم شنو الفم باش تعرف واش ما ثماش وميزانيتي اش تسمح انت باش تضيف لنا تو ميزانيتك اش تسمح لا هذا ما نقول ما يقولوش المضيف لضيفه ما يصيرش لا اما قلت لك بصفه عامه الواحد يعمل دوره باش يعرف كل قدير على قدره نتكلموا بالمطلق اما اداب الضيافه حاجه اخرى نحكوا عليها كل نوعيه نتاع حوت عندها طريقة إعداد خاصة وعندها زادة كذلك فصل خاصة وطبعا هذا التوا زحمة كبيرة ياسر الجنس حدته من بعد ما حكيت على أنواع الحوت وطريقة الإعداد نتاعه والفصول نتاعه الله يسول يا ودي فصلوا فصلوا قول فصلوا فصلوا هذا نراه يعني تو بعد ما عملنا الدورة هذه كلها لا زيت وقتها ارتسمت ارتسمت في الذاكره والله بالجد ارتسمت في الذاكره نتاعي بالضبط استنى حوت وارتسم كل شيء هاوتو ماشي نمشي له طول اللي برمجت ناخذ من عنده على خاطر هذه نوعيه عجبت الناس وهذه تمشي كيما قلت لك مع خبز الشاي عندك شويه من الجاسه هذه عجبني الناس شو الجاسه هذا قديش هذا هاي الله ينفعك السلام عليكم ورحمة عليك خير مش شوية 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 هو بيه يسمع بلدي بلدي هكا بلدي هي قدرش تحسب لنا يخلي أخذوه قدرش بلدي قدرش تحسب لنا خلي أخذوه بلدي سعدي قدي عشان قد 8000 لا 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 8000 8000 أوزنها هاي كلها ايش أقل منها ايش أقل منها ليس العم يوسف يلا نخلص ده هم ضيفين عندي دينار لينا دينار العم يوسف هيا بي هيا بس بتاع دينار ليه احتي شايف ومدين احتي شايف هيا كيف الخيرك شبرا تمشي على التراب ها حاجه تمشي على التراب معناتها عندها منفعه اكثر من غيرها هو نداس صفه عامه سمح ياسر جبتو نداس نداس بيه ياسر راهو ايوا تفضل الله يشفيك الله يشفيك ما عندش شو مش نقدر هاي تو نعرف ما قلت لك ان نحبك انت تو تشتي عليا لا 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 ما ده. انا ريت احناش سمعت ونراهم هاي كيف الخير بارك الله فيك بارك الله فيك ما ضريناك شما لا شو صح فال حديد هاك هاك كثر خيرك هاي يا اخو فقرك احناش هاي تو نزيد نراهم حيين انا ما طيب لا شحي بلدي والله بلدي شيء عمتي روعة هاي برا مش خليك تشد انت يا شيء باهي مبروك عليك انت تدفع الفلوس وبرا ولا باهي نزول هات 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 هوفا 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 عادة تلقي تلقى حربة هكا على الحوت كله باهي معناتها تحط لها ناس مقجعة على والله ما هو شيء مؤشر مش مؤشر لا لا والله ثم خبرة انا تو نحكي لك ياسر احكي قرش ايش عقد يا شيخ اي برا سيدي ياسر امشي 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 ملو اي هذا يقولوا لك تريليا بيضا تستونا احسن بارك الله فيك بارك الله فيك هاي شرح مالدي في راس شنو يجي مقلي مثلا على قد ايش هو هذا؟ هو ب 10000 هم بيعوا 9000 برك تمام بلاش سمينا الرخصه كيما بشويشه كيما باب الديوان مش فهمتوا بارك الله فيك اي هذا مبين تحت الزيتون اسي يوسف ايوا لا مش تحت لا لا ما يمشيش هذا شامتله هلا الربع هلا نشوف الصياح على مسبعات انا بطلع الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي لك الحمد لله الله فيك يا سيدي عايش يا ربي عايش يا ربي عايش يا ربي السلام عليكم يا سيدي عايش صباحك عارفين مش توا مش نقصدوا ربي لك ما نشبه زي عاوز الزهر باهي بسم الله يتفضل بسم الله يا ربي جاك
السلام عليكم. يعني هذا حمري شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك؟ صح لاباس. مضخم مضيف في عمل كيف؟ الله في عمل كيف؟ ما شاء الله زاد. روح عمل تنتظر كان هكا وقبل لها. لا يا رجل. والله كنت حال اخرى. كانت ظروف غير ظروف، ما كانش ماء، ما كانش فيونس، ما كانش كذا. وما كانش ادوات وسائل التبريد. تعرف القول اللي يقول له السلام عليكم يا للمقبره، فيكم شي كيال ولا زلزار ولا رئيس معصره؟ علاش تكلمنا عليه المره اللي فاتت؟ على خاطر الزلزار مسكين كان يخدم في ظروف تفرض عليه، تفرض عليه باش يغش وباش يتعامل كل شيء وكان ماهوش مبرر، على خاطر ما اللحم يصبرش وما يتباعش، والناس ما كانش تاكل اللحم قليل شويه، ما قلت الحم بكري كان الناس ناقصه شويه. قبل كنت عند اليمين، تعرف عاد تم اليمين تاع الزرق كما مين الصيغيه كان راهو اليمين كانت سلطه تاديبيه، سلطه كبيره ياسر. كان اليمين تاع الزرق يكون هو بالفعل صناعي ما نجمش يعدي عليه حتى يجي تو الحمل كله مطبوع هكا يجي تو هكا اللي هو اليمين. اليمين ولا هو الطابع؟ تعرف كان يعمل قال لك من اش يعملوا اليمين؟ يتعدى مثلا في الدير العربي يهبطوا العظام، العظام وكل شيء، يرى العظام يعرف هو العظام نتاع نعجه ولا نتاع علوش ولا نتاع ماس. من العظام؟ اي من العظام. ماهوش هو خبير وصناعي ولا يخلي واللي يجي هما سين خبير بيتم معنى الكلمه. ينادي الوليد يقول له شعشيقه من البارح، يقول له الحم مين خذاه ابوك؟ الحم شنو؟ يقول له الحم علوش. مين خذاه؟ يقول له خذاه من عند البصر الثانيه على اساس من عند البصر الثاني يمشي له. مش من عند سي حمادي، سي حمادي يقول له كان الحق ما هكا ولا اش بعت له الرجل هذايا؟ اش بعت له؟ يقول له علوش. لا مش علوش هذا برشني ولا هذا نعجه ولا هذا كذا ولا كذا. ما كانش الواحد في قلبه حتى قبل ما تجي. لا ما هو ما كانش الواحد وسطه في قلبه. ما هو قال السلعه قليله. انا والله نحب نعمل شويه نقد على خاطر انا اللي قاعد نشوف، وانا نعرف الربي ومغروم نشوف انه يذبحوا في الانثى سواء في العلوش صحيح ولا في البقري. وهذا والله العظيم عباره واحد يشرمط يشرمط في روحه، يشرمط في الاقتصاد. يعني الانثى هي نتاع الانتاج، وقاعدين نشوف قدام الزلزاره يعني اراخي ارخى اللي ما حقاش ايش، ارخى اللي ما حقاش ايش، كل قاعد تاكل فيها الموس من بعد مش يقولوا ما ثمش حليب. جيت كان عم يوسف على دوارة موجود ولا موجود؟ فين دوارة عندك؟ دوارة هاي يا سي، هذه الدوارة هاي باه نظيفة رجلة نظيفة هذيك الشتاء هاي هذا المنديل باه ما شاء الله هذا هاي هاكا باكو مصر نتاعها باه هذه تبدو قلب علوش كبدة كاملة وكبدة تبدو قلب بكرية هاكا طريف لي نعطيهم مع الدوارة ممتاز ممتاز هذه بقداش؟ هذه 25 دينار سوري 25 دوارة علاش اليوم مش تبع سوم مش تبع سوم الحم العلوشة؟ عندنا الكبدة كاملة هي العادة مقصورة هم العادة مقونينها كيلو الحم كيلو الحم والراس برطي الحم ما هو هكا ولا هاي؟ باه يا عاد عندنا الكبدة قلب علوشة هذه فيها يصير طن ونص هذه الكبدة قلب علوشة واللي ياش مش تعطينا منها؟ نعطيوك اللي تحب منها اه من توجيهها جيب 15 دينار اي طريف لي ما والدوارة مغسولة وبقوها مصرها كامل بلاي الدوارة قبل قداش؟ اول دواره ثبت عليها شريتها بقدر انا اول ما نثبت على الحم الكيلو الحم ب 400 فرنك والله ب 400 400 فرنك والله ب 400 اول ما الدواره شكون حاجه مع امشي يا زمان يجي يا زمان الدواره ب 25 دينار مش ب 40 مش تضرب 12 احنا غير حصلنا تو خاطر قلنا جماعه باش نطيبوا دوار لازم ناخذوا دوار لا هو ما هو احقاقا الحق هذه دوره السنه والعاده الحق والله دوره السنه والعاده راهم زاد الدوار اي مصرنا مكاملين ولا ناقصين؟ باه خير لا دوار من السنه والعاده من دير خيرات معاها معاها الزين نتاعها انا هذا علاش قلت دوار السنه والعاده لا لا دوار السنه والعاده اما كبرنا شويه كبرنا شويه باه زيد الزوز زيد الزوز نتاعو وكبرنا الله يبارك ما تعرف بس كان تقول له بلاش قلت له بلاش غير ربع الله يبارك هي ما خطفاتر احنا ما خسروش لا كيما قلت لك الدوار السمحه انا نعطيوها بحق اكل الباع روين مش جديده باش نعطيوك 22 عبيرة مرحبا بك يا يرحم والديك موش ما جاي اخو بالخاطر
الدواره ما تصبرش لازم في ساعه تنظافه وهذيك مغسوله هو الشيء قال لك يقول لك هي مغسوله هذه إيه لازم نرجعها نفس الشيء اي ولدي اي خوش كيف هاك عام اي اخذنا 20 جو اي اخو خاطر اليوم اللي جات خذيك بالخاطر من اللي جات الله يرحمك بارك الله فيك حاجه مرحبا بكم بارك الله فيك عايش خويا للقاء عايش نبوسك عاطي اي سلام مش فارك الله فيك مرحبا بك للقاء عايش مرحبا بك ربي يعينك هاي مشو للدار تو هاي مشو للدار نمشي نبدل دبشين ونجيك باهي ما تقعدش انت ما تطيبش العاده بالدبش هذوما لازم دبش تاع دار بالطبيعه هكا دبش الهمه زعما نقول دبش الظله هاي سيدي هاي سيدي ناحيه الفيست بيشاتك ونقصدوا ربي للمرقه اللي خذيناها من سوق الحوت نقصدوا ربي نقشر اول حاجه المرقه ما يلزمش تقعد برشا في الماء اكيد هكا ولا هي المرقه هذه راهي هكا ولات هالوسائل التبريد وكل شيء وتجمد الشيء لا راهي لذه الحوت على الطروه نتاعو على الطروه نتاعو وما فيش شك تو ياسر الناس يقول لك كيفاش الطروه نتاعو وياسر هكا عارف الخشومه لا يولي من بيت غزل له هكايا معروف الحي معروف واللي هو يقول لهم الخشومه يقول لهم العين غير من غير ما يا اخي حتى الواحد يشوفوا هكايا تما يشوفوا سبحان الله الحوت اللي يلصف وحوت ما يلصفش حوت قديم شويه معروف ما الصنايعي ما غير ما يثبت وما غير ما يقيم يعرف الحوت القويه يعرف الحوت الفريش اللي مش فريش هذا هو الصنايعي ما هو تو انت تو انت صنايعي في تقشير الحوت صنايعي ما شاء الله ما تسالكم انا علاش نقول راك ربحتني انا من عشان قشر هيا خلينا نربح لي قشر ملا اش تربح نعلمك كيفاش تقشر الحوت شد على بالك كيفاش تقشر ايه ايه كله على لا تحل عليا باب بلا وانا مش ناخذ نحل عليك باب هنا هنا يزي لي عامل يوسف براسه لا لا هي تو حتى الرجال اللي باش يتفرجوا فيك انساه مش تعمل فيه او كعام يوسف يقشر الحوت وانتم ما تقشروش اول ها الرسول عليه الصلاة والسلام ورفعت مقامه وقت اللي سألوا عائشة رضي الله عنها عن خدمة عن عمل الرسول في بيته قالت يكون في خدمة أهله صحيح يا سبحان الله وينقص من قيمة الرجل هو وقت اللي قشر المرأة لا ما 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 تحب لها حكمة تحب لها ويدات اللي عيني فيه ما توريه باهي ولي باهي بس أول حاجة نعملوها نحي صح أول حاجة نعملها نشمر على ذراعاتي نشمر على ذراعاتي إيوا صح باهي هيك أول حاجة وكل مرة وثاني حاجة تشوف فيك وما تميش تو ما عرفش نفسك والله العظيم يا عم يوسف تولي لي مشكلة تو شد كابتن شد مستك وتكون مستك هذه هكا الموني ايسر هيك علاش ايوا اول حاجة هي نقصوا الذيل هكا الذيل اي لا ما نقصوهاش منين نبت نقصوها من هنا هكا ايوا من هنا به هكا كيفاش تقص شويه صح صح هيك تنزل عليه هكا لا شيء ها وشوف يا ودي قصة واحدة ها انت سكينتك هات سكينتك خود انت خذ سكينتي لو تقولي انت على المشكله شوف لا تو... على والله والله هي شيء ما صار به والله هي شوف تو اضرب ضريبه هذه وضريبه هذه شنو شو الكل يتنحى ومن بعد ما شاء الله حط شيء شوي اي من بعد هكا على كفك هي مطروحة على كفك تغزر اي تغزر عاد مطروحة هي مطروحة على كفك هكا يا بابا يا بابا يا بابا اي فشل في الحوت اي تتبع هذه الكل انت انت كملت انا مازلت في الذيل شوف وتعمل الكفريف من غير واحد ما يشهر ها طول هكا ومن بعد التحيه هذه هكا ضريبه هكا كمل الطينه هكا ها خاطر باش الخشوط ما يقعدش اذا كان فيها حتى الخدود هكا نضربهم ضريبه ما يقلقش تقلب كيف كيف تو ال انت قلتي في السوق قلتي يعني. كله كل حوت كل وقته وقته اي هكا ما لا مش هكاك وبرا معناتها
كل فصل وانواع كيما الحم نتاعو كيما الحوت نتاعو معناتها هكا ولا يعني مثلا في الحم والله انت ذكرتني على الحم أي. نشوف تو مثلا في الشتاء معلقين البرشني نقول تو في ناس عندها ذوق وتعرف ياكله هو البرشني يجي في الشتاء برشني ما يجيش في الشتاء وقت يجي يجي البرشني ترى في الصيف ما قلت لي في الصيف صحيت وقت الطماطم وقت الطماطم ولا وقت احنا قلنا الحديث هذا قلت لك ترى شو بيش هكا صحت مبدا سمحان باش يعطي باش اي او تكسر هكا الخشوم وتنحي هذه ما كاينش شك تسد الخشوم تعمل هذه هكا لا حد حد نحي الخدود خد من هنا وخد من هنا هذا نحي هذه اي صح هذه ذاك باش نحيش خليت فين لا ما نحيت من حتى شيء كان ماهوش واحد تشبيه السكينة جي عندي انا ايوا صايمه ما فيها حتى شيء كنا ماشي بالعا نظيفه تعمل كيف ما شاء الله اي باش قلت لي الحم نظيفة وهذه عديها عادي تحب إذا كنت تبقى فيها قشرة ولا حاجة ولا عندكم ما يحسب هات يا الحم قلت لي أنت ديما كيما قلت قشرت أنت قصوا الذي أوكي هذه أيوا الحم كل وقت ووقته كل وقت ما قلت لك عندك في الخريف الحم القعود القعود أي الحم وصفاق اسمها كانت عندها جمال نتاعها وعندها كانت تربي جمل وكانوا يجيبوا حتى من الجنوب القعود ما في الشك والخريف على الحم القعود إذا تحيا الكل هكا لا مش هكيك عادي كبيت لها سعد والله كبيت لها سعد بعدين هذي سعد مكفو وهذي لا يا اخي ها تو نشوف ونوريوها للناس واو تو مين انا شو يا عمي تو قلت لك انا اول مره الجمهور يحكم بيننا مش اول مره نقشر اول مره ساعه عوده بتنحي هيك الخديدات هاي يا ام البنين هاي جانا اسمع يا مدى مشيش مش هدي خلي عليك تونا واشي هذه دي سعده مكبوه والله كبلها سعده اي باي انتم بتعرفوا كيفاش انتم قشروا وانا نحكي اي تحكي ايوه صح وانا نسال كل حد وصنعته كل واحد وصنعته ماشي كنت ربحتني باي قول لي كملنا على الحم يا عمي وعندك كيما قلت لك اي خلي تعرفش كيفاش اي برا الله لا يقطعك ومحليها كليمة هذه الواحد ديما يربش بمريته وهذا لا يقطعك ويخليك ويفضلك ويبشبش هكا ولا بركي نقصني من قيمتي والله بالحق ها والله لا بالعكس عمرو لك كلام شو كلام باهي هكا كلام طيب كلام سمح وما في لبنان ديما عندهم كي تقبرني ما تعجبنيش ياسر بالحق والله علاش احنا عندنا كيفها كذا اش بينا احنا في يعجبنا كان البراني هو خاطر هما يقولوا تقبرني ايش معناتها تقبرني ايش معناتها تقبرني معناتها تدفني تدفني احنا نقولوا جلع مية قد لا مية ما فيهاش هيك الكلام اللي يصدم تقبرني فيها كلمة تصدم هو شي تجرح تنكد تغم وقت اللي جعل العمير قد العمير في حتى صيغة التصغير في حد ذاتها صيغة التصغير في حد ذاتها محببة أكثر معقول شوف اللي يعرف يتكلم والكلام هذا ما فيش شك هو اللسان ترجمان الباطن اللسان هو ترجمان الباطن ما فيش شك يترجم على فيش ما عندك من مشاعر ومن أحاسيس مسكين في قد الشعور وفي قد الحس هو شيء حكمة بطبيعة حود التقشير بتاعه معناتها كملها يا ويدت تو انت من الصغرى معناتها من الصغرى تقشر انا والله نقشر مع عمي من ايام صغيره وكل ليه باهي معك وشي كل شيء يعملوا عمي في الدار كل شيء والله حاجتين ما نعملهم شو ما كيف زوز حوايج شو ما تغسلين نعمل غسلين دورة دورة لا انا بقي لك الدورة شكون باش يغسلها لا راسها لا بدل اما كل شيء والله نعمله بكل ما انت وما عندي حتى تكلف وما عندي حتى قلق بل بالعكس خذاها في طبيعتي عادي ولا بالنسبه لي انا حاجه عاديه حتى ساعات نتفكر قبل الوقت اللي تعرس واحده جديده وتدخل وتلقاني مقشر المرقه نراها فيها هنا وعم ما تتفاجئ تجيها كاني حاجه غريبه مش من فيها غريبه راجل مقشر في المرقه شنو اللي فيها غريبه انتوما الطباخين الكبار امهر الطباخين رجال وامهر الخياطين رجال انتوا مش تغشش على الناس الكل ايوه ساعه وانا بس اسمع هيك الكعبه اللي انا كبيت لها ساعه خليته لك لهنا فهمت ايوا خليها بوي احنا مش نطيبوا مرقه نرجع للحم نرجع انا في نفس الوقت مش ما نقعدوش يدينا فاضيه نمشيو نحضروا التقليه نتاع المرقه هكا ولا وانت قاعد تقشر هكا ولا
ونحكيوا على الحمل. وصوا بي اللي مساق قديم محشي نخشب. ياكم صفات رفصات خليهم للدوارة من بعد. خليهم للدوارة. خسيل الدوارة ما ودعوا نعرفوهم السبايا على الأقل. أي. يتعلموا كيف يش يخسلوا الدوارة. وشكون قالك ما يعرفوش؟ تو ريحانة ومروة تعرف خسيل الدوارة ولا؟ الرسمي أو كما يعرفوش عامي. ريت قلت لك. هما مش قال لك علم بنتك الشطارة والنظارة وخسيل الدوارة دورة. أما المغزى تعرفوا كل عارة كملي على الحم هوني بعد كده نمشي نحضر التقلية. حبيت نقول لك كانوا في النار مثلا الناس يذبحوا الززار تذبح البرشني في الشتاء نقول فات الأذواق والناس ما عادش تعرف تاكل. رأوا عندك في الخريف الحم القعود وفي الشتاء الشتاء لأنه شدة بالفعل هذاك يأكلوا فيه كل شيء تاكل فيه مثلا ما فيش تشنفيخ والعلوش على الربيع والبرشني على الصيف. على الصيف العلوش مثلا اللي نراه هنا ما قلت لك نشوف يذبحوا في الفطيمه ياسر ويذبحوا في الدرخه ياسر هو بالفعل لو كانت تقول لي ان اطيب انواع اللحوم اطيب انواع اللحوم حسب المعتقدات وحسب التجارب وحسب الاقوال الشعبيه يقول لك اللحمه طارت بها الحجله وركزت بها العجله. شو معناتها؟ أطيب أنواع اللحوم بالنسبة للطيور هو لحم الحجل. الحجل. وبالنسبة للدواب للحافر أحسن وأطيب أنواع اللحوم هو لحم العجلة. يقول قيماي أنت بالفعل لأن العجلة هي لحمتها تبدأ مزيتة أكثر. بقى أنا حبيت قلت كيما قلت لك أنت وقت نشوف يذبحوا فيها كالأريخي والله يوجعني قلبي على خاطر أريخي عزيزة وكذلك كيف نشوف يذبحوا في العلوش. كل 6 7 كيلو نعتبره تبديد واهدار للثروة الحيوانية. أيه. انت لو كنت ترجع وتربط وتحب بعد النظر الاسلام وحكمة الاسلام مثلا وحكمة الاضحية. الاضحية وقت اللي اشترط في العلوش في الغنم اشترط سن معين وفي البقر سن معين يعني عام ودخل في الثاني ولا اخر 3 سنين ودخل في الرابع الى اخره. يقول قيل كيف تجيت ما عندها مقاصد اقتصادية وأغراض اقتصادية حفاظا على الثروة. أنا اللي نشوف تواك الثروة قاعدة تتبدد هكذا اللنسة قاعدة تذبح سواء في العلوش ولا في البقري. العلوش يذبحوا فيه مركز 6 7 كيلو وقت اللي غدوة ينجم يعمل لك هذاك 20 كيلو وربما حتى لو كان نجي وحنا والناس تاكل والناس تشري يا عم يوسف تيم العدس يلوج على هكا جديد وكل شيء جديد علوش حليب اي وقد يكون هو تو لو كان تجي جماعة التغذية تو يعطيك يقول لك وقتاش يلزموا يتاكل العلوش وقت اللي جيت تشوف القواعد الصحية اللي أثبتها العلم الحديث تلقاها مطابقة تمام التطابق مع الجوانب الشرعية. نرجع للحوت عندهم حتى امثال شعبيه مثلا باش يقربوا بها وقتاش الحوت يبدا ناضج مثلا يقول لك بيع المشماش واشري القشاش. بيع المشماش واشري القشاش زينة يعني وقتاش بيع المشماش في فصل الربيع يعني القشاش سمك القشاش موجود في الربيع يتقوى في الربيع في الربيع يستاهل يتقوى وقتها اشري ما ضربتها بالشوك هيك القشاش هذا لن يقول لك الشلبه وميت العنبه الشلبه وميت العنبه ميت العنبة يعني هذيك الطيب مش ميت العنبة تمشي عقلك ندرى وين مشى انت والله من عقلك وين مشى عقلك لا لا حد يقولوا يعني انا ميت العنبة ايش معنى ميت العنبة يعني الشوشة هي كان هي الشوشة دي ما تبدا ما هيش بطنها ما هيش نظيفة وكل شيء اما يقصدوا في تمشي مع العنب مع فصل العنب هيك ايش حبوا يقولوا مع فصل الشلبة الشلبة الشوشة اللي هي الشوشة يقولها شوشة يقولها شلبة الشوشة هذه اللي راسها يا حد ياكلوا صح اللي تعمل هيك الهلويس الهلويس وكل شيء على الخضير مثلا توك الفصل اللي داخلين عليه ما نعرفش الحلقه هذه وقتاش تتبث الخضير مثلا عمره قصير يصير في الحسوق الحسوق يدخلوا نهار 11 في الربيع ويقعدوا 7 ايام هذاك العمر بالضبط هيك يعطيك الصحة صحه تبدأ. يعطيك الصحه اي شيء جماعه اللي نبداو فرد مره بعد ما قشرناها مش نغسلوها بالطبيعه اكيد اكيد نحي الميسادك الغادي الميساد ما تجرحش صب شو نفتحوا لهنا ايوه صحيت احكي لي على الخضير قلت لي الخضير شبيه ما قلت لك الخضير ما احكي لك على كيفاش كل حوت وشنو الفصل بتاعه لا فما مثل على الخضير لا قلت لك الخضير معناته عمره قصير وبرا عمره قصير عمره قصير اي مثلا الحوت الابيض بصفه عامه يكون في الصيف يكون قوي الحوت الابيض بصفه عامه يطقوهم على الكسكسي الحوت الاكحل قشاش معنا انت الشعير الاغلبيه اي معنا والسردوك والقشاش اللي يسميوها حوت يصطلح عليها انه حوت اكحل هذاك يمشي مع نعمه الشعير اكثر من نعمه القمح
بينما الحوت الابيض يمشي مع نعمه القمح اكثر من نعمه الشعير وهكذا. يعني ثم ياسر خبره في ياسر فن في طبخ المرقه. وعلاش الصفاقس معناتها اشتهرت برشا بالمرقه؟ على خاطرها بلد ساحلي. مش كان صفاقس بلد ساحلي معناتها فهمت ثم خاصيه البحر لا خاصيه البحر نتاعها لانه خاصيه البحر نتاعها تنتج انواع من السمك ربما ما تنتجهاش بحورات اخرين. خاصيه نتاع البحر نتاع صفاقس ينتج انواع من السمك ما تنتجهاش جهات اخرى وهيك علاش ياسر انواع ما تلقاش بالكثره اللي تلقاها في صفاقس. اما دوكا بالمجد نحس بيه البحر تعب شويه تعب شويه. المرقه ما نغسلوهاش فم واحد راهو مدام الفنيات نغسلوه حتى ثلاثه فم الحق بالمجد باش يتنحى الدم نتاعها ما يقعد حتى شيء فيها دم خصوصا كي تبدا تلوتك كيما قلت لك تبدا فيها الدم شنو حتى في فم الثقيل تخرج شويه نوعا ما فيها شويه دم بعديك تتملح وبعد تتملح حبلها برشا ملح المرقه لا لا كل شيء بالقانون كل شيء بالقانون الحوت ايه مش برشا انت الكميه اللي عندك تو نشوف التقليه باهي التقليه لازم زيت وبصل واسمع هو الزيت يجربوا اللذه نتاعو الذي باهي ولا مش باهي الزيت تقليه المرقه فهمتك اي يعملوا كل شيء الزيت البريمه زاد بالنسبه لتقليه المرقه زيت البريمه زيت السمحه هذا زيت زيتونه تمام زيتونه زيت زيتونه بريمه ولا مش بريمه اي لا يعاول منك الباهي اي ياخذ حد عربي على خاطر ما قلنا الزيت في انواع في حاجه أما تقريب صيبة عامة هذيك هو الزيت والبصل يتقلى مع بعض ويتقلى بالبدا والمرأة ماهيش مقصرة الحق الحمد لله. أنت مساكة تشكر فيها راح تخلى البرنامج وهي ماهيش مقصرة وهي ماهيش مقصرة حتى كلمة هو فيه هي قاد ما يعملش هي قاد ما يعملش الدورة وما يعملش المعون أنت تشكر فيها وهي قاد ما يعملش معناتها تعاود تقول يعمل كان الدورة والمعون الإنسان كيف حر مرة مليان ومرة فارغ مو هكا ولا إذا كان ملقاش وحششوا على المرقه يكردي ما يكرديش هذيك هي اللي ما كانوش يعملوها كانوا يبعدوا على الكريدي اي نعم قلت لك بات من غير الحم قلت لك انا اي صحيح ما قلتش بات من غير الحم اصبح من غير دي اليوم الاكبر الاسباب يمشي يلا ويخلصها ربي يلا ويخلصها ربي حتى تحل الفاس في الراس صحيح لا قبل ما عندهمش هذيا صبري على روحي ولا صبر الناس ولا صبر الناس عليا محليها مش كان يعملوا يحبوا عندهم زاد قواعد سلوكيه قريبة للغاية وجميلة للغاية وقت يقول مثلا من أمثال يقول لك مدوى الغلاء كان الترك كان الترك حاجة غلاء تبعد عليها شنو شنو يصير ماذا فيهاش خليها ماذا ما يغلى تخليها مدوى الغلاء كان الترك ياسر أمثلة محليها صوت اللي تشتيش هو أي. مثلا كما عندنا المرقة وعندنا التقلية الزورية زورية تقلية زورية يعني مزور مزورة تقلية مزورة أي. يعني هو تقلية لا لا تقلية مزورة بالفعل مزورة مزورة ملا تقلية يسميوها تقلية زورية مرقة بلاش حوت يعملوا كل شيء مرقة بلاش حوت أي نعم في الدوارة مثلا ثم الدوارة وثم الدوارة الهجالة نسمع بها نسمع بها الدوارة الهجالة مات رجلها لازم مات رجلها هو هو شنو إذا كان القوش الحم والخضرة خيرات في الجنان أي يعرف به يعود يعملوها بال يعملوا دوارة شكلية ولا صورية تظهر لي شكل دوارة لكن الحشو متاحة كل مكونات الدوارة أما ما فيش الحم إيش يعملوا في عوض الحم يبدو كعيبة ولا اثنين كركوش متاع زير هيك العصبان عصبان متاع زير عرفته ويقصصوها وكهو وتصير دوارة ونسبة عشرة يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البرية يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البرية إلا ما تشينا يلا إلا ما تشينا تفضل إلا ما تشينا والطرق الريقة صبح سيعة ما قلة ريت تصبارس في ميو ولا في مارس ريت تصبارس في ميو ولا في مارس وصير القارس يلا وصير القارس يلا وصير القارس ورحام على ودي عطاك الله يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البيا يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البيا إلا ما تشينا يلا إلا ما تشينا تفضل إلا ما تشينا والذوق مري قصف قصي عطاك الله مطعمها نادر بخبي
حشمتنا والله والله العفو يا راشد انا حشمتك. اي شوف احنا الفطور وفطرنا بالشقه الدوره خلي من هاري خير مش مشكله والله بالحق ده يصير هو شو يصير احنا مش فهمنا شو المره بدك تغسل فيها ياكل المره بدك تغسل فيها لا والله يخوف خطرها لو باقي انا ما نلوشها ما يخوف خطرها يصير هو لا يا راشد اللي تفهمنا في ماليزيا معناتها على حد ال صارها لبيت هيا الله عينك هيا اقعد قعمس بسم الله هذه الدوارة اللي خديناها دوارة تغسلت تريقلت بسم الله يا رب هذا الدوارة أول حاجة تحب لها حكمة تحب لها حكمة في شرائها في شرائها أي وحكمة في غسيلها صحيح. وحكمة في ترتيبها وحكمة في ماكلتها حكمة في كل شيء كل شيء والدوارة عادة قبل الناس قبل والمجتمع التقليدي كان يعملها كما نقولوا احنا اختبار للمرأة الجديدة هو شوف هو مش عارفها شاطره ولا مش شاطره كما قلت لك قال المثل هذاك قديش من مره نعاودوا لان هي تتطلب بالجد مهاره في التنظيف نتاعها ماهيش حاجه هينه وبالخصوص لما قطعه فيها يسميوها تو هذا المنديل هاك الكبده هذاك المعلق الغواري هذا هذه القطعه هذه يسميوها تلق تنسى هذه هي اي هي تلق تنسى تسمع بها ما تلق تنسى قديش من ورا قديش من طبقه طبقه بعد طبقه بعد طبقه إذا كان ما تتبعهاش المرأة وما تكونش بالجد نظيفة وتتبعها على قواعد ما تقدرش الدورة نظيفة وتم رجال ما هو تم اللي يعدي وما يلوش وتم اللي يبدأ وبالله توادية تطلقوا عليها تخرب عليها الدورة بالله توادي كلمة هم وصف سميها طلق تنسى لا بالحق خاطر اللي بالحق هي خاطر يطلقوا عليها انسى لكن تتصوروا انت السبب هذايا نخربوا على خاطر الدورة ونتكلموا على الباب هذايا تو هذا باب كبير ياسر تو ياسر الناس انت اللي كان تجي تشوف قضايا في المحاكم وتقول انا بالله حرق شعيري أما على خاطر الظلم والله حرق شعيري لكن شيء عيب الطلاق وإن كان هو حلال لكن هو يبقى أبغض حلال عند الله على أسباب تافهة هذه سموها طلق إنسان أنا أعتبرها اسمع تو مدام دقيقة مسايكة وحدها في الغسيل وكا زوج بنيات مسايكة يتفرجوا ومزوز مترفصت عنا مزوز مترفصت مروة وريحانة أي صبية نراو حتى البنات نتاع تو يعرفوش يغسلوا الدوارة شيء هاي هاي قعدي هاي شيء تعلم على الأقل شوف كيفاش يا ريحانة إيجا كان حبيت مغادي تبش توري لنا كيفاش هاي مد إيدك يدك للبركة فرجوا برا أنتم أنت يشوف بقى الصنع عرب عرب ما شاء الله الصنع كيف حتى أقول بيش تبين قوت بيش تبين قوت الصنع بيش تبين قوت الصنع يا بابا دوا مش نسمتوا الدوارة شنو ما تروف لي مش تسمتوا ثم الكرش زي ما تتسمت اي وهذه العين تسمى هذه العين اللي داير بها المصارى يعطيك الصحة هذه تتسمط وبعد ذلك الكل يتقصوا بالطبيعة كله يتقطع وتقطيع هذا القلب احنا صغار كي الدوارة مصموطة نبداو ندوروا عليك لا عادي كبدة هي بالحق شوية قلب وشوية كبدة والكرش حتى الكرش تبدا تفوحوها شوية فلفلك حلو ملحو وهذه اللي قال عليها هذه طلق تنسى ايوه هذه أيوة. سيدة تصمت إذا أبو حشيشة أبو حشيشة يبقى هذو ما الشحم والواحد ما يتصنطوش والكبدة لحقوها تلحيق خطر مو في ساعة أيوة. أيوة. والمصارى يقعدوا بيها سيدة المصارى هذو ما هذو مش يتصنطوا عليهم ما ورشوا عليهم شوية منهم وخليهم بلاي سنت نحب أن إيجا رأيين إيجا هذي مغروم بينا بشكل مش نورمال أي بوس أنا شكون عمو شكون عمو شكون عمو قيس وياك شكون خالو يوسف قال لي دوما شافني قال لي انت اللي جاي مع خالو يوسف خالو يوسف قلت انا هو مع خالو يوسف هاي سيدي تحب تتصور اوكي عامل باي باي يا جماعه هاي يعطيك صحه هاي بون سي هاي سيدي الدوارة تنقطع
نقطعوها على الخضره طول مباشره الخضره اللي هي نذكروا معناتها معدنوس وسلق وبصل وبصل معقول هذا المعدنوس اي سلق وبصل هذا البصل هذا اي هذاك البصل وتو الخضره بالزيت بالكيل معناتها مش بالعين 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 اي ما كثرش اذا كان كل شيء بالضبط ايوه كل شيء بمقدار معين ما فيش شك على خاطر اذا كانك انت ماشي كثر ماشي تمصات راهو هو كثر من العسل يمصات مو هكا ولا معقول هو ساعات الواحد يعمل يقطعها ويحضرها وكل وكيف يخلطها في بعضها يلقاها مثلا نقصها حاجه جديده يلا هي ورينا كيفاش نجم نقصها هكا انا كنت الدوره ما بيرحش الدوره ما تحبش علاش ما نحبش بيرحش ما بيرحش وبر الحق لا سهله دو قصان دوره سهله قصان دوره سهل اسالش منه شو بصحتها وكهو معقول والعمليه ما تشدش برشا معناتها تو عندك من بين الاكلات زاد البسباس اي هكا ولا معروف كيف بيه في الشتاء ما كنت اشتاء بنهار قال لك البسباس بنهار واسمعوا يعملوا فيه جو كبير ياسر ونعملوا له قوة ولا تتلمدوا العائله كامله تلمدوا احنا هنا ما يتبدلت بس شويه ولا خشين ايه شو برا ايه برا ولا دواك العائله تتلمد البسباس ما يتبدلت ظروف الحياه عند الناس ولا يفتح كان بلا حد هل لحد اللي كان مش يعمل بسباس تبقى عطيته جابه لله ما غير مش الله اي اي ليش الاكلات اللي تستوجب كما قلنا لم كو كو قد ما بر قد ما بر كو كو كتير والله العظيم هذا من المصير هذا شوية هما يعملوا بالمصر ولا يعملوا حتى بالفتله معناتها بالخيط. بالخيط صححوهم بالخيط بالحق. هكا ولا خاطر كل شيء تتاكل هي تو العصبين كلها تتاكل. اي تو بعد التعصبين عصبنا الدوار نتاعنا طريقه الطبخه نتاعها كيفاش باش تخلى هي باش تقعد في الكسكاس؟ في النحاسه ايوه هكا ولا وشنو نزيدوها؟ حطوا العصبين حطوا البطاطا والحمص والسناريا واللي يحب قراع وجبانه ونمرقوها ونفوقوها نزيدوها شويه زيت الشيسه اي شويه في لحمه زيد خاطر ديجا هي مفوحه شويه كركم شويه فلفل احمر وطماطم طماطم معجون ومن بعد وتخليها تغلي وتحط الكسكسي فوق الكسكس وتقفل عليه ايوه ما لبيه هكا ولا وطيب وطيب بلا سويعه من زمان سويعه من زمان بين ساعه وساعه ونص هاي باهي احنا هذه الدوارة متاعنا ان شاء الله شوية اخرى تحضر ونتعشاوها وهكا نوصلوا معاكم نهاية الحلقة الليلة من حكايات عم يوسف حكينا على العادات الغذائية في جهة صفاقس مع العادات الغذائية برشا حكم وبرشا امثال شعبية وبرشا درر في الحقيقة تهم توانسة الكل تهم الجيل الكل اللي قاعدين يسمع فينا توا في قناة القلم في حكاية عم يوسف. مشاهدينا الكرام بقية متابعة ممتعة لكل برامج قناة القلم الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.